هذا وتواصلت ردود الفعل المندده والادانات الدوليه على الهجوم العدائي الغادر الذي تعرض له منتسبو قوة دفاع البحرين حيث أدانت اليابان الهجوم الغادر الذي وقع يوم الاثنين على منتسبي قوة دفاع البحرين جنوب المملكة العربية السعودية وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها إن حكومة اليابان تدين هذا الهجوم وتعرب عن قلقها من أنه قد يتعارض مع الجهود الجارية للحوار السياسي في اليمن لتحقيق سلام دائم من وقف إطلاق النار الحالي وتعرب حكومة اليابان عن تعزيها القلبية للضحايا وأسرهم داعية الشفاء العاجل للمصابين